اليوم كان لقاء في إطار الفعالية ديال معرض الكتاب والنشر. هذا اللقاء اليوم العنوان ديالو هو المجلس على السلطة القضائية الحصيلة والأفق. فتحدثنا على المجلس على السلطة القضائية بالتركيبة ديالو بالاختصاصات ديالو كلها، سواء الاختصاصات التقليدية اللي كانت عند المجلس على القضاء سابقا اللي هي تدبير الوضعيات ديال الوضعية المهنية ديال السادة القضاة، والاختصاصات الأخرى اللي ضافت للمجلس وهي اختصاصات كثيرة ومتعددة ومتنوعة. ثم تطرقنا إلى الحصيلة ديال المجلس خلال السنة ديال 2019. هذه الحصيلة كانت غنية كثيرة جدا، فيها الكثير جدا، وتناولت جميع المواضيع اللي كانت تعرض على المجلس، اللي هي كتم التدبير ديال الوضعية ديال المهنية ديال السادة القضاة. وبين جانب هذا العمل ديال المجلس هناك أنشطة هامشية في إطار الهيئة المشتركة، كاين لقاءات في إطار التوأمة مع المجلس البلجيكي، كاين لقاءات مع المجلس الأوروبي، لقاءات تواصلية مع السادة القضاة ديال التحقيق، كان تكوين ديال السادة القضاة المسؤولين الجدد. كانت واحد العدد ديال الأنشطة اللي كتهم المجلس على السلطة القضائية. أهم الأوراق ديال 2020 هو إصدار واحد المدونة ديال الأخلاقيات ديال السادة القضاة اللي غادي تحدد واحد العدد ديال المبادئ اللي غادي إن شاء الله القضاة غادي يطلعوا عليها ويلتزموا بها. اليوم هو لقاء تواصلي أكيد، ولقاء للتعريف بالمجلس، لقاء للتعريف بحصيلة عمل المجلس. أكيد أنه سنة 2019 هي سنة أخرى من التأسيس، وبالتالي كانت هناك أوراش مختلفة. ورش الهيكلة بمعنى تم إعادة هيكلة المجلس بدماء جديدة بتوظيفات كثيرة وفق معايير شفافية. هناك أيضا كانت مسألة تغيير ديناميكي في قطاع المسؤولين القضائيين على مستوى المحاكم، كانت نسبة مهمة وصلت تقريبا إلى 33% من المسؤولين القضائيين تم تغييرهم خلال هذه فترة التأسيس. هناك وفود قضائية أو أفواج قضائية جديدة تم تعيينها خلال سنة 2019، عدد هام جدا. إذا دماء جديدة مع مسؤولين جدد تؤكد أن هناك ديناميكية جديدة واستراتيجية من أجل يعني تفعيل وتنزيل مقتضيات الإصلاح، أن العنصر البشري هو المهم لتنزيل النصوص القانونية، العنصر البشري هو المهم لتنزيل هذه المقاربة الحقوقية. أكيد هذا العنصر البشري لابد له من التكوين، أيضا هو مجال اشتغل عليه المجلس هذه السنة من خلال العديد من التكوينات سواء وطنيا أو دوليا من خلال محاور استراتيجية. هذه السنة المجلس اتجه إلى المدرسة الأسيوية لأنها رائدة في مجال الخدمات القضائية الحديثة، في مجال التكنولوجيا الحديثة على المستوى القضائي. إذا كان التوجه نحو هذه المدارس في مجال استراتيجي ديال التكوين. أيضا هناك اتفاقية هامة مع الاتحاد الأوروبي هذه السنة أبرمت من أجل تثمين العنصر البشري، من أجل مواكبة مشروع التخليق، من أجل مواكبة مشروع يعني التكوين. إذا أيضا كانت رافد من روافد الأساسية تم الاشتغال عليها هذه السنة. أيضا المجلس على السلطة القضائية ساهم في العديد من النصوص القانونية والمشاريع القانونية كقوة اقتراحية. المؤسسة القضائية والسلطة القضائية هذه السنة أفرزت نتائج جد هامة على مستوى الأحكام، يعني أكثر من 3 ملايين قضية وما يزيد حكم فيها قضاة المملكة هذه السنة، رقم كبير بالزيادة في عدد القضايا، في زيادة عدد القضايا المحكومة أيضا بنسبة تقريبا تجاوز 17% عما قاتل السنة الماضية. يعني يبدو أن هناك جهد كبير يبذله قضاة المملكة من أجل الفصل في القضايا داخل آجال معقولة. محكمة النقد هذه السنة وصلت لتقريبا 77% من الملفات لا تتجاوز أجل السنة، هذا أجل يعني أو رقم صعب جدا تطبيقه باسم المحاكم العليا عبر العالم. إذن هذه المجهودات الهيكلية للمجلس بدأت تظهر أثارها أيضا على مستوى عمل المحاكم وعلى مستوى القضائي. أيضا لا ننسى أن مؤسسة المجلس على السلطة القضائية أبرزت اليوم الحجم المجهودات ديالها على مستوى الدبلوماسية القضائية، هناك لقاءات متعددة، اتفاقيات إلى آخره، ثم مساهمة في القضايا الوطنية الكبرى، القضايا الحقوقية. إذا هي مؤسسة وطنية، مؤسسة في إطار الهيكلة وفي مرحلة التأسيس. أكيد أن رهانات كبرى للمجتمع من هذه المؤسسة، انتظارات كبرى، لكن أعتقد أننا نذهب بالخطى الأكيدة نحو قضاء في خدمة المواطن، قضاء بتنويع الخدمات والمتطلبات والتحديات المستقبلية. اليوم كان فرصة لإبراز هذه العناصر أمام المواطن وبلغة بسيطة التي توصل هذه المعلومات. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.